بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الخامس لابتدائي معنا يونت 9 أو الوحدة التاسعة معانا. My favorite animal، حيواني المفضل. My favorite animal، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ مع بعض يونت 9 لسن 1 أو الدرس الأول معنا، والجزء الخاص بالفوكاب. عندنا فوكاب لسن 1. Lesson 1. Wild life. Wild life. الحياة البرية. Wild life. Wild life. الحياة البرية. Wild يعني بري. طبعا الحيوانات البرية اللي بتعيش في الغابة، فطبعا بنسميها wild. أما الحيوانات المستأنسة اللي بنربيها في المنزل بنسميها pet. Pet يعني أليف أو أن. طبعا مستأنس pet أو domestic. يبقى عندنا pet animals، حيوانات أليفة اللي هي المستأنسة. أما الوايلد يعني برية. عندنا ال animals، كانجرو اللي هو الكنغر، كانجرو باندا، باندا يعني دب الباندا، باندا. bat يعني خفاش، bat. lion يعني أسد، lion يعني أسد. penguin يعني طائر البطريق، penguin. dolphin اللي هو الدولفين. snail اللي هو الحيوان الحلزوني، snail. parrot يعني بغبغاء، parrot. again kangaroo. panda. bat. lion. penguin. dolphin. snail. parrot. بنسمع عندنا الباقي الفوكاب. strong يعني قوي، strong يعني قوي. shell يعني صدفة، shell. colorful يعني زاهي الألوان، colorful. ocean يعني محيط، ocean. upside down يعني رأسا على عقب، upside down. wild life يعني حياة برية، wild life. patch يعني كيس أو جيب الكنغر، patch. أستراليا اللي هي قارة أستراليا، أستراليا. friendly يعني ودود، friendly. أفريقيا يعني قارة أفريقيا، أفريقيا. rainforest يعني غابة مطيرة، rainforest. little يعني قليل أو صغير السن، little. group يعني مجموعة، group. bamboo يعني نبات الخيزران، bamboo. wonderful awesome، wonderful بتسويها awesome يعني رائع، wonderful. awesome أو amazing أيضا معناها رائع، wonderful أو awesome. أو عندنا أيضا واخدين مين amazing يعني رائع، amazing. awesome أو wonderful or amazing يعني رائع. fridge يعني ثلاجة، fridge. dark يعني ظلام، dark يعني ظلام. عكسها ايه؟ light يعني ضوء، light اللي هو الضوء يعني، طبعا light الضوء. عكسها dark يعني ظلام. ice يعني ثلج، ice. اما snow الجليد، طبعا الايس اللي مثل الثلاجة او الفريج عندنا بنسميه ice، اما اللي بيتساقط من السماء snow يعني جليد. special يعني خاص او مميز، special. china اللي هي دولة الصين، china. inside يعني بالداخل، inside يعني بالداخل. عكسها طبعا ها outside، سمع حد يقول لي outside. ناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي، ممكن تجينا في الباسج يقول لنا what's the أو the opposite of inside is a outside يعني بالخارج. summary يعني ملخص، summary. طبعا summary يعني ملخص. بالنسبة عندنا expressions أو باقي التعبيرات عندنا في الدرس بتاعنا.
أو تصريفات الأفعال أول. stay يعني يقيم، stay stayed stay stay طبعا فعل منتظم، stay يقيم أو يبقى stayed. talk يتحدث، talk talked talk talked. repeat repeated يعني يردد، repeat repeated. jump jumped jump jumped يعني يقفز، jump jumped. sit sat sit sat يعني يجلس، sit sat. fly flew fly flew يعني يطير، fly flew. feed fed feed fed يعني يطعم، feed fed. hide hid hide hid يعني يختبئ أو يخفي، hide hid. day out يعني يوم بالخارج، day out. sit for sit for يعني قال لي، sit for. it sounds amazing it sounds amazing يعني يبدو مدهشا. jump on jump on يعني يقفز على، jump on. swim in a group swim in a group يعني يسبح في مجموعة، swim in a group. go near go near يعني يقترب، go near. look so cool look so cool يعني يبدو لطيف جدا، look so cool. through the trees through the trees يعني عبر الأشجار. do a project do a project يعني يقوم بمشروع، do a project. it's so sweet it's so sweet يعني إنه رائع جدا، it's so sweet. بالنسبة عندنا لل main points النقاط الرئيسية في الدرس، yesterday Ramzi went to a wild park a wildlife park with his family. yesterday أمس Ramzi went to a wildlife park ذهب إلى حديقة أو منتزه الحيوانات البرية with his family مع العائلة. he enjoyed it very much he enjoyed it very much استمتع بها كثيرا. they saw lots of different animals like lions kangaroos and penguins طبعا they saw رأوا lots of different animals حيوانات كثيرة مختلفة like lions اللي هي الأسودة kangaroos يعني الكانجرو and penguins اللي هي طيور البطريق. he saw his favorite parrots the parrot he saw his favorite parrots the parrot هو شاف طيور المفضلة اللي هي البارت يعني البغبغاء. he was a bit sad because he didn't see the bats and is dying a project on them at school. he was a bit sad يعني كان إلى حد ما حزين قليلا because he didn't see the bats لأنه لم يرى الخفافيش and is dying a project on them وهو بيقوم بإجراء بحث إيه on them at school على عليهم في المدرسة. تعالوا مع بعض نتعرف على التكست بتاعنا بالتفصيل، ولكن عندنا سؤال كده choice. تعال كده نشوف اللي فهم الاختياري أو meaning of the word معنى الكلمات. This beast is a very dangerous animal يعني حيوان خطير جدا. طبعا مين اللي بيبقى خطير؟ اللاين اللي هو الأسد. the snails اللي هي الحلزوني have hard space and no legs have hard shells يعني صدف صلب و no legs. عادل is very space he helps all his friends بيساعد أصدقائه يبقى هو إيه friendly ودود. we keep our food in the بنحتفظ بطعامنا فين to be cold ليكون بارد طبعا fridge قلنا اللي هي التلاجة. read learn and identify read اقرأ learn تعلم and identify وتعرف على. بالنسبة للسنيلز اللي الشكل اللي قدامنا it lives in the garden it lives in the garden هي بتعيش في الحديقة. it has a shell يعني لها صدفة. it doesn't have legs or arms it doesn't have legs or arms يعني ليس لها أرجل ولا أذرع. it's a snail يعني الحلزوني. again it lives in the garden It lives in the garden. It has a shell. It doesn't have legs or arms. It doesn't have legs or arms. It's a snail. It's a snail. بالنسبة عندنا لي number two. It lives in Australia. It lives in Australia. It jumps on two legs. It jumps on two legs. يعني بتقفز على قدمين. أو ساقين. It's a kangaroo يعني طائر اللي هو حيوان الكنغرو.
Again, it lives in Australia. It jumps onto legs. It's a kangaroo. It jumps onto legs. It's a kangaroo. Number three minor, it flies at night. It flies at night. يعني هو بيطير في الليل. It sleeps upside down on trees. It sleeps upside down on trees. يعني بينام مقلوب على الأشجار. It's a bat. It's a bat. يعني ده الخفاش. Again, it flies at night. It sleeps upside down on trees. It's a bat. It's a bat. اللي هو الخفاش. بالنسبة عندنا لباقي الانيمالز الحيوانات معنا. It lives, number four. It lives on ice and snow. It lives on ice and snow. It lives on, يعني بيعيش بين أو في الجليد, and snow, الثلج والجليد. It's black and white. It's black and white. يعني لونه أسود وأبيض. It can swim. It can swim. يعني طائر يستطيع السباحة. But it can't fly. But it can't fly. ولكنه لا يستطيع الطيران. It's a penguin. It's a penguin. يعني هو طائر البطريق. Again, it lives on ice and snow. It lives on ice and snow. It's black and white. It can swim. But it can't fly. It's a penguin. It's a penguin. Number five. It's a bird. It's a bird. It's a bird. يعني ده طائر. It's very beautiful. It's very beautiful and colorful. It's very beautiful and colorful. It's very beautiful. يعني هو جميل جدا. And colorful وملون. It lives in the rainforest. It's a parrot. It lives in the rainforest. It's a parrot. طبعا بيعيش في الغابات المطيرة. It's a parrot. يعني هو بغبغاء. Again, it's a bird. It's very beautiful and colorful. It lives in the rainforest. It's a parrot. Number six minor. ده اللايون الأسد. It lives in Africa. It lives in Africa. It's a very big cat. It's a very big cat. It's very strong. It's a lion. It's very strong and a lion. It's a lion. طبعا it lives in Africa. It lives in Africa. بيعيش في قارة أفريقيا. It's a very big cat. يعني هو قط كبير جدا لأنه من سلالة القطط. It's very strong. It's very strong. يعني هو قوي جدا. It's a lion. It's a lion, اللي هو الأسد. Number seven معنا, it's very friendly. It's very friendly, يعني هو ودود جدا. It swims in a group with a family in the ocean. It swims in a group, بيسبح مع مجموعة with its family, والعائلة in the ocean, في المحيط. In the ocean, في المحيط. It's a dolphin. It's a dolphin, إنه مين؟ A dolphin. مرة تانية. It's very friendly. It's very friendly. It swims in a group with its family in the ocean. It swims in a group with its family in the ocean. It's a dolphin. It's a dolphin. Number eight. It lives in China. It lives in China. It eats bamboo. It eats bamboo. It lives in China. بيعيش في الصين. It eats bamboo. It lives in China. It eats bamboo. بيتغذى على نبات الخيزران. It's big and black. It's big and black. يعني هو كبير وأسود. And white. Black and white. يعني أسود وأبيض. It's a panda. دي حيوان الباندا. Again, it lives in China. It eats bamboo. It's big and black and white. It's a panda. It's a panda. يعني حيوان الباندا.
listening and reading. Listen and read. هنسمع ونقرأ. Listen, read and role play. Play. ونأدي الدور. رامز وأميني. رامز بقول له Hi, I had a wonderful day out yesterday with my family. I had أنا قضيت وقت رائع مع عائلتي بالخارج أمس. طبعا أيمن رد عليه قال له إيه Where did you go? Where did you go? أين ذهبت؟ رد رامز قال له I went to the new wildlife park. It was awesome. I went to. رحنا للحديقة البرية طبعا ايه الجديدة. It was awesome. كانت رائعة. رد ايمن سأله ايمن What did you see? ماذا رأيت? Could you go near the lions? وهل اقتربت من lions الأسودة? No, we stayed in the car. No, we stayed in the car. لا ده احنا بقينا او ظلينا في السيارة. But we could see them through the trees. But we could see them. ولكن رأيناهم من خلال الأشجار. The kangaroo were interesting too. The kangaroo. الكنغرو كان رائع أو شيق أيضا. When they are little وهم صغار. They can sit inside their mom's pouch. They can sit inside. يعني وهم صغار بيظلوا بداخل أكياس الأكياس اللي يمين للأم. It's so sweet. It's so sweet. يعني هو رائع جدا. It's so sweet. طبعا رجع تاني أيمن قال له What birds did you see? What birds did you see? ما هي الطيور اللي انت رأيتها? Lots. But my favorites were the parrots. They were so beautiful and they could talk. We said some words for them to repeat. We said طبعا lots يعني أنا رأيت كثير but my favorites ولكن كان الأفضل عندي الparrots البغبغاء. They were so beautiful كانوا جمال جدا and they could talk ويستطيعوا التحدث. We said some words قلنا كلمات for them to repeat إن هم يكرروها. What about animals that like the cold? Did you see any? ماذا عن الحيوانات اللي بتحب البرد؟ Did you see any؟ هل رأيت منها؟ Yes, penguins. Penguins يعني طائر البطريق. They were in a special place. كان في مكان خاص. Inside بالداخل. It was cold. كان بارد. Like a fridge. مثل الثلاجة. We fed them some fish. أطعمناهم أسماك. I love penguins. They can swim. أنا بحب البنجوينز. They can swim. هم يستطيعوا السباحة. So well. And they look so cool. So well. يعني جمال. We cool يعني رائعين. Wow. Was there anything you wanted to see but couldn't? Was there anything? هل فيه كان شيء تحب تشوفه؟ to see but couldn't ولكن لم تستطع. The bats الخفافيش. I'm doing a project on bats at school. أنا بقوم بإجراء بحث أو مشروع على الخفافيش في المدرسة. So I really wanted to see them. حقا كنت أريد أن أنا أراهم. But they were all hidden ولكنهم كلهم مختبئين. And I couldn't see them in the dark. I couldn't see them وأنا لا أستطيع رؤيتهم in the dark في الظلام. أيمن Oh well it sounds amazing يعني يبدو أن ذلك رائعا. I have got to feed my rabbit now. أنا يجب أن أذهب أطعم للأرنب الوقت الحالي أو أرنب الآن. That's the most wildlife I will see today. ده الحيوان البري اللي أنا ممكن أشوفه إيه today يعني اليوم. بالنسبة عندنا لي general exercise أسئلة على listen 1 الدرس الأول. Number 1 listen and write true or false. هنسمع ونرى true or false. دايما نقرأ الجمل قبل ما نسمع. نبدأ كده معانا نهى is interested in social media. نهى بتهتم عندنا بالسوشيال ميديا. نهى is interested in social media. The kangaroo lives in Australia. The penguin live in hot places. Penguins can swim. نهى is interested in animals and birds. She likes kangaroos and penguins.
The kangaroo lives in Australia. It jumps on two legs. The penguins live in cold places. They eat fish. Penguins can swim, but they can't fly. Number one, Noah is interested in social media. طبعا هنا in animals. يبقى هنا number one false. The kangaroo lives in Australia. طبعا هنا إيه true. The penguin lives in hot or live. Penguins live in hot places. طبعا false in cold places. يبقى false. Penguins can swim. طبعا هنا true. لأنه can swim but can't fly. Listen and complete. هنسمع ونكمل. لازم نقرأ الجمل أيضا. Ramis went to a space park yesterday. They saw lots of different animals like space and kangaroos. His favorite birds are the space. Ramis didn't see the space, so he was a bit sad. Ramis, طبعا عندنا yesterday, Ramis went to a wildlife park, yesterday. With his family, he enjoyed it very much. They saw lots of different animals like lions and kangaroos. He saw his favorite birds, the parrots. He was a bit sad because he didn't see the bats and is doing a project on them at school. Number one, Ramis went to a wild life. يبقى هنا نكتب wild. W-I-L-D ونكتب life. They saw lots of different animals like, طبعا هنا lions. His favorite birds are the طيور المفضلة. His favorite birds are the parrots. Ramis didn't see the bats. بعد كده عندنا سؤال rematch يعني هنوصل. What do pandas, طبعا هنا what do pandas eat. السؤال عندنا what do pandas eat. The snail has, طبعا the snail has snow, طبعا هنا a shell يعني ليه صدفة. Rami went to a wildlife park, ليه حديقة برية. Bats sleep upside down on a trees, طبعا بتنام مقلوبة على الشجر. Penguins live on snow and ice. The penguin بيعيش في snow and ice. This is number five. Reorder the words to make correct sentences. My favorite birds are the parrots. My favorite birds are the parrots. Again. My favorite birds are the parrots. يعني الحيوان الطيور المفضلة عندي الparrots اللي هو البغبغاء. Number two, she fed the penguins some fish. She fed, يعني هي أطعمت the penguins some fish. Again, she fed the penguins some fish. She fed, يعني هي أطعمت the penguins some fish. The lion is a very big cat. The lion, يعني الأسد عندنا the lion. The lion is a very big cat. Is a very big cat. يعني الأسد ده a very big cat. قط كبير. طبعا هو من سلالة القطط. The lion is a very big cat. I went to the new wildlife park. I went to. يعني أنا ذهبت إلى. I went to the new wildlife park. I went to the new wildlife park. بالنسبة عندنا لسؤال الترقيم where did Ayman go yesterday. عندنا where W capital. عندنا where W where did Ayman we did we عندنا Ayman Y-M-A-N. Why Ayman go
yesterday. We question mark طبعا question mark موجودة. The kangaroo lives in Australia طبعا بداية الجملة the kangaroo lives in Australia. طبعا هنا استراليا فلوستوب. بالنسبة عندنا number one بدأنا بحرف capital اللي هو where و أيمن كان ال A capital. في number two احنا عارفين الجملة بيبقى فيها حاجتين فقط. في number two ال T capital بداية الجملة أيضا و الفلوستوب. بالنسبة عندنا للparagraph write paragraph of 40 words هنكتب paragraph من 40 كلمة using the following guiding elements باستخدام العناصر التالية your favorite animals حيوانك المفضل where did you live أين تعيش what do they look like وكيف what your favorite animals الحيوانات المفضلة where do they live أين تعيش what do they look like وكيف تشبه. طالما بعد نتعرف على this paragraph بس بالنسبة لنا I am Miram أنا اسمي مرام. I am in grade 5 أنا في الصف الخامس. I like animals I like animals أنا بحب الأنيمالز الحيوانات. My favorite animals are the pandas الحيوانات المفضلة عندي الباندز. They are big يعني هي ضخمة. They are black and white يعني لونها أبيض وأسود. They live in China بتعيش في دولة الصين. They eat bamboo بتتغذى على نبات البامبو. They have four legs عندها أربع أرجل. They can walk and run بتستطيع المشي والجري. Really they are wonderful حقا هم حيوانات أو they are wonderful animals يعني هي حيوانات رائعة. They are wonderful animals يعني حيوانات رائعة. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم وانتظرونا مع حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.